اليوم راح نحضر مع بعض جرانولا ميكس، فيكن تستخدموه كفطور سريع عند الصبح أو فيكن كمان تستخدموه كسناك بين الوجبات. ببلندر أو فود بروسيسر فينا نحط نصف كوب من السكر مع كوبين من الشوفان، نطحنهم بشكل خفيف لمدة 30 ثانية. تقدروا تستخدموا أي مكسرات موجودة عندكن أو بذور. أنا هون استخدمت نصف كوب من البندق مع كوب من اللوز، قطعتهم بالسكين بطريقة خشنة. بنضيف فوقهم نصف كوب من السمسم. بمقلاية بنضيف ملعقتين كبار من زيت جوز الهند وفوقهم ملعقتين كبار من أي زيت حيادة طعم مثل زيت دوار الشمس أو زيت بذور العنب. بس يصير الزيت حامي بنضيف المكونات الموجودة عنا بالبلندر، بنضيف فوقهم خليط المكسرات، بنحرك منيح لحتى المكونات تمتص كل الزيت الموجود. بهي المرحلة بتضيفوا أي نوع من الفواكه المجففة الموجودة عندكم. أنا هون عم ضيف كرز حامض مع مشمش مجفف قطعته لقطع صغيرة. بنحرك الخليط لحتى تتوزع كل المكونات بشكل منيح. هون بضيف محلي تاني، وأنا عندي شراب القرنب، فيكن تستخدموا العسل أو أي نوع تاني من المحليات إذا حبيتوا. أضفت مقدار نصف كوب. هون المكونات صارت طرية نوعا ما لأنه امتصت الزيت وامتصت الشراب. بنفرغ المكونات بصينية مناسبة للفرن، نوزعهم منيح على كل سطح الصينية ومنبلش نكبس فيهم لحتى يتماسكوا مع بعض. لما منحس انه الخليط تماسك منيح بنحطه بالفرن على درجة حرارة 325 فارنهايت لمدة 30 دقيقة تماما. مثل ما شايفين هيك طالعنا من الفرن ومنبلش نقطعه، رح يكون كتير هش، بدكن تديروا بالكن ما حيطلع معنا قطعة كاملة. فيكن تعبوه بقطرميز وبتخبوه عندكن سواء بالكابنت أو بالبراد. إذا كنتوا الصبح مستعجلين وما عندكن وقت تفطروا، فيكن تاخدوا كوب من هذا الخليط وتضيفوا عليه كوبين من الحليب وتاكلوه كفطور كامل، أو كمان مثل ما قلنا بيصلح سناك بين الوجبات. نتمنى تجربوا الوصفة. شكرا لمتابعتكم وانطرونا بفيديو جديد.